عليك ولد، يا سلام عليك ولد. بالأربعة باتت مقنعة. هو ده الدحيل اللي احنا شفناه الشوط الاول. الشوط الثاني شكل ثاني، كوتشنج من كريسبو، نزول كريم بضياف واسحاق، عودة الروح الى الجسد، عادوا فاعادوا الدحيل الى قيمته وهبته ومكانته. والكوري الجنوبي غابا نام تاي هي، كوري جنوبي رحل ليحضر مون هوان كيم، كوري جنوبي جديد بإصرار بتحدي، رفع الشعار ما في حد أدي. أبطال الدوري يسيطرون على قمة الدوري حتى الآن. نعم بالأربعة يتقدم الدحيل، وإسحاق البديل اللي نزل يبرهن أيضا على إمكاناته وقدراته ومهارته الجميلة، ويسجل أول أهدافه مع الدحيل ورابع أهدافه الطوفان.